السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير لاباس. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وتكونوا في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد ودرس جديد. كما قلت لكم من الدرس ديال اليوم غادي يكون هو درس مغلف. الدرس ديال الثلاثه غادي يكون مغلف اللي كيقولوا ليه البريوه. غادي نوريكم واحد الطريقه سهله بزاف. بزاف ديال البنات كيتشكوا من هذه القضيه، كيقول لك الدرس ما كيجيناش واقف مغلف، ما تيجيش واقف وزوين. انا غادي نوريكم واحد الطريقه اللي غادي يجي واقف وزوين ويجي باين. بدو ان شاء الله كنتمنى انكم تكملوا الفيديو، تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، وكنتمنوا تابوناو معايا. كما قلت لكم نحتاج التشجيع ديالكم، نحتاج انكم تشجعوني. وشكرا لكم بزاف الناس كاع اللي تابوناو عندي والناس كاع اللي شجعوني، كنشكركم بزاف بزاف. واليوم على بركه الله غادي نبداو الدرس ان شاء الله. كما كنقول لكم الخيط ديالنا يكون مبروم على ثلاثة، كما كنقول لكم ديما يكون مبروم على ثلاثة. البرا ديالنا ديال راندا راه معروفه. بالنسبه للبنات اللي اول مره غادي يلتحقوا بالقناه وغادي يشوفوا الفيديوهات، كنخدموا بالبرا نمره 5 وكنكونوا بارمين الخيط على ثلاثة، وهادشي اللي كاين هاد الساعه. بالنسبه لهاد الخدمه هادي اللي غنوريكم خدمه سهله الصراحه، كلشي البنات ان شاء الله غادي يتعلموا يخدموهم. بسم الله على بركه الله غادي نبداو. اول ضربه كنضربوا كما كنقول لكم ديما في الثوب، يا بسم الله كنضربوا في الثوب، سمحوا لي كنضربوا في الثوب هكا. كنخشيو في الاخر البنات اللي اول مره غادي يلتحقوا، كنخشيو في الاخر ديال الخيط وكنجروا مزيان كنزيروا بحال هكا البنات. هانتوما كتشوفوا الضربه الثانيه غنضربوها اكيد حتى هي في الثوب. هانتوما كتشوفوا كنضربوها في الثوب بحال هكا. غادي نشوفوا ديما الخيط يكون داير الجهه ديال هذا بحال هكا. غادي نوريكم غادي تخشيو ما بين الخيط ما بين الثوب والخيط، وغادي نلويو جوج ديال اللويات بحال هكا، جوج ديال اللويات وكنهز الفوق بحال هكا وكنرجع وكنصرف عليها بهاد الطريقه هادي، كنرجع بحال هكا. فهمتوا؟ نوضح لكم مزيان، نحاول نقرب مزيان الفيديو باش تبان واضحه. انتما كتشوفوا بحال هكا. الضربه الثانيه ان شاء الله غادي نضربو كذلك في الثوب، ما غاديش نبعدو، غادي نبقاو غير هنايا وغادي نضرب مرة أخرى في الثوب جوج دليلويات وكنجرب الفوق. كنمشي لهاد السنينة هادي اللي كيما وريتكم في الدرس الآخر، وكنلوي جوج ديال اللويات بحال هكا وكنجر الفوق. غادي نصرف عليها بهاد الطريقة هادي، هانتوما غتشوفو بحال هكا، هانتوما كتشوفو كنخرج هاد الرويس وكنمشي هنا البنات. شوفو هنا في هاد البلاصة هادي وكنبدا نحبك عليها، ها وحدة وكنطلع الفوق، ها جوج ثلاثة كما كتشوفو، ها هي الرابعة. شفتو؟ كنعاود مرة أخرى نوريكم، كنضرب ضربة في الثوب بحال هكا وضربة أخرى في الثوب بحال هكا البنات. كنتمنى الفيديو يكون واضح وباين. كنعاود نخشي قلت لكم ما بين الخيط والثوب وكنلوي جوج ديال اللويات بحال هكا، جوج ديال اللويات وكنصرف على هادي، كنصرف على هاد السنينه الاولى. هانتوما كتشوفوا صرف على السريفه بحال هاد الطريقه بحال هكا، وكنعاود مره اخرى بهاد الطريقه هادي. شفتوا؟ كنلوي ثاني جوج ديال اللويات بحال هكا البنات، جوج ديال اللويات وكنعاود مره اخرى نفس الطريقه. كنبقاو غادي هذا، كتقدري تخدمي على 4 تخدمي على 5 تخدمي على المهم انت على حسب الدرس اللي بغيتي. بغيتي كبيره كتخدمي كبير، بغيتي صغير كتخدمي صغير. كما قلت لكم غادي نمشيو لهاد البلاصه هادي وكنبداو نحبكو بهاد الطريقه هادي، ها واحد ها جوج شفتو ها ثلاثه وهربة. ديما حبكو ربعة باش يجيكم الدرس بحال هكا واقف وزوين، تجيكم بريوة واقفة. شتو كتجي واقفة وزوينة؟ سمعتو البنات؟ أنا غنوريكم طريقة أخرى إن شاء الله، نوريكم مرة أخرى كديرو نفس الطريقة بحال هكا
بحال هكا كنعاود نضرب ثاني في الثوب في الثوب وكنعاود ما بين الثوب والخيط وكنلوي بحال هكا كنعاود مره اخرى كنسرف على السنينه الاولى السنينه الثانيه كنعاود ندير سنينه اخرى انا غنوريكم طريقه ثاني السنينه الثانيه سنينه ثالثه شوفوا كنسرف عليها هانتوما غنوريكم هانت وغادي نرجع لهنا ما غاديش نعاود ما غاديش ندير سميتو غادي نكمل باش نوريكم درس كبير مازال هانت بالطريقه نديرو على ديال ربعه كنعاود مره اخرى بحال هكا البنات مره اخرى كنجي هنا هاي واحد العوينه عندي هنا شفتوها كنخشي مره اخرى ثاني وكنزير وكنجي هنا ثاني مره اخرى وكنلوي بحال هكا البنات شفتو كنعاود نسرف على هاد السنينه الفوقانيه كما كتشوفوا نخرجوا لها الرويصه المهم بالنسبه لي كيخرج لها راس الطريقه حتى هي سهله تجي زوينه كنعاود نمشي ثاني هنا شوفوا هنا غنقدر نحبك خمسه خمسه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة شوفي شحال ما جاتكم مزيان خمسة نديرو ستة غتجي مزيانة بحال هكا البنات ستة جات زوينة وفنة ندخلو هنا مرة أخرى ونخرج الخيط ديالنا شفتو شفتو كيفاش جات كتجي فنه كتجي زوينه الخدمه ديالها كتجي زوينه وكتجي واقفه هانتوما كتشوفوا طريقه لي ساهله وزوين نعاودو مره اخرى نضربو في الثوب كيما كتشوفوا مره اخرى في الثوب مره اخرى في الثوب سمحوا لي عفاكم البنات نحاول نضغط هنا باش الثوب ما يبقاش يوقف باش تبان لكم الخدمه مزيان هكاك هانتوما كتشوفوا غادي نضرب ثاني مره اخرى في الثوب ما بين الخيط والثوب وكنلوي جوج ديال اللويات كنضرب ما بين ثاني كل مصرف عليها شفتوا كنعاود مره اخرى كما كتشوفوا البنات كنعاود ثاني ندور دوره اخرى كما وريتكم في الدرس الاول ديال الدرس شوفوا بحال هكا وكنهز ديما الفوق كنزير بسبعاني ضروري تزيري بالسبع ديالك باش كتجيك الخدمه باينه كنجي للاخر وكنكمل انا غندير درس قد ما كبرتي هذا كيتسمى الدرس ديال الربعه انا غنوريك الدرس ديال الربعه كتلوي ثاني بحال هكا بحال هكا البنات وكنجيب واحد العوينه هي عندي هنا شفتوها هيا كنعاود نخشي فيها برا وكنعاود نزير مره اخرى شفتو ونعاود مره اخرى فهاديك السنينه الفوقانيه ونعاود ثاني جوج ديال اللويات وكنسرف على هاد الاخر هادي باش كتجيني داك التقمقيمه كتجي زوينه شوفوا هانتوما البنات ها هي كنجي ثاني وكنبدا نحبك ديما الدواره كنحبك فيها كندير دواره بحال هذا الشكل هانتوما كتشوف بحال سمحوا لي كيطلبوا لي الخيط كندير دواره بحال هذا الشكل هذا وكنبدا ديك الدواره كنشد بحال هكا بصبعي وكنخشي الخيط والثوب في ديك الدواره وكنطلع شفتوا هانتوما واحد جوج ثلاثة كما كتشوفوا البنات ثلاثة أربعة ها خمسة شفتو خمسة ها ستة شفتو وغادي نخرج بحال هكا شفتو هاد الدرس ديالنا ها هو شفتو كيفاش كيجي كيجي زوين وكيجي واقف هانتوما كتشوفو كيجي واقف وزوين انا غادي نوريكم مرة اخرى كما كتشوفو
نوريكم مره اخرى. ندخل الابره والخيط حيت سيري الخيط ما غاديش تقدني هادي، وغادي غير تبرزطني. غادي ندخل الخيط هنا شفتو، وغادي ناخذ خيط اخر، غادي ناخذ خيط اخر، غادي ناخذ خيط اخر باش نصوب. هانتوما غنشوفو كيما قلت لكم، غادي ناخذ خيط اخر باش نكمل. هانتوما كتشوفو البنات، كنعاود نضرب مره اخرى في التوب، مره اخرى كنعاود نسرف، كنعاود نضرب جوج ديال اللويات. هانتوما كتشوفو جوج ديال اللويات، وكندير بحال هاد الشكل هادي كما وريتكم في الاول. كنعاود مره اخرى ثاني ضربه في التوب، شوفوا بحال هكا ضربه في التوب. كنعاود لوي مره اخرى كما كتشوفوا، نعاود ثاني مره اخرى. كنضرب في السنينه وكنلوي جوج ديال اللويات، كنطلعهم بحال هكا. حنا ديجا الدرس هذا ديجا خدمناه، غير نعاودوه للناس اللي مازال ما فهموش باش حاجه، مزيان الاعاده باش الانسان اللي فهم شي حاجه كيفهمها مره اخرى. كتشوفوا غادي ندير هنا، وغادي نزيد ندير ديال ربعه، هادو ديال هذا كيتسمى ديال ثلاثه، انا غندير ديال ربعه باش يبان مزيان. ديال ربعه كيبان مزيان، واحد جوج وكلوي، واحد وجوج كلوي. هانتوما كتشوفوا البنات، نوريكم مزيان مزيان. هنا كنلوي ثاني جوج ديال اللويات وكنهز بحال هكا. نتمنى البنات انكم صراحه والله محتاجه التدعيم ديالكم، محتاجه التشجيع ديالكم. نتمنى انكم تشجعوا القناه وتدعموها باش تكبر القناه ديالي، اللي مازال يلاه باديه، والقناه مازال يلاه ان شاء الله غتعطيكم مازال بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله غادي ان شاء الله غادي يوليو فيها لي فلوغ، غادي يوليو فيها بزاف ديال الحوايج، غادي نوريكم شي حوايج زوينين ان شاء الله. غادي نديرو نوريكم نخرجوا ان شاء الله هاد المره، نشوفوا شي حوايج، نخرجوا على الراندا ونمشيو شي حوايج اخرين ان شاء الله زوينين، نشوفوا شي بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. كنوعدكم ان شاء الله بالجديد، ان شاء الله تبقاو معايا في القناه وتتبعوا القناه، تتبعوها حتى الاخر ان شاء الله، تبقاو معايا ويكون ديما ان شاء الله الجديد. كتشوفوا هانتوما كنرجع شويه الفوق باش كنحبك قريب، باش كتجيني الحبكه باينه. واحد شوفوا، كنتمنى الفيديو يكون واضح. جوج جوج ثلاثة، هانتوما البنات ربعة خمسة، تتغطى لينا هاديك الدرس ديال راندا كله كيتغطى، عاد كنحبسو. هانتوما البنات هانتوما شفتو، هانتوما شفتو. وغادي نرجع نأخر، وغادي نخشي هنا باش كنسالي كنجمع هذيك البريوه ديالنا. شفتوا، كنتمنى الفيديو ديالي يكون واضح وبين المفهوم، والطريقه يعني سهله وببساطه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس، اللي ما فهمش الدرس يصيفط لي فيكم، يكتب لي في لي كومونتير يقول لي راني ما فهمتش، وان شاء الله نعاود نشرح لكم مره اخرى. كنتمنى الفيديو يكون واضح وبين، والطريقه يعني سهله وبسيطه. وكنشكركم بزاف البنات على التتبع ديالكم للقناه، وشكرا للاشتراك ديالكم معايا. صراحه يعني صراحه كنشكركم بزاف بزاف بزاف، ونتمنى انكم تكونوا نكمل على حسن الظن ديالكم وضيفه خفيفه على قلوبكم. شكرا بزاف البنات، وان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.